أنا والأراجوز في رمضان، حكايات يعدها ويقدمها لكم أبو العباس محمد ولاعب الأراجوز الفنان ناصر عبد التواب. انت مالك كده عمال تبرطم وتشكي كده ليه وحام وبام؟ هو انت عازم حد على الفطار وتأخر ولا ايه؟ ايه طبعا الوقت هتعيش على طول كده ابو النسيان. انا اعيش في النسيان؟ نسيان ايه؟ ومين حمدى اللي انت مستنيه؟ كده فعلا انك عازم واحد اسمه حام. ايوه فكرني اكتر. انا واضح ان فعلا ما بقتش ابو العباس، بقيت ابو النسيان. كله منك. ايوه انت دماغك عليك قوي. صحيح، ده انا المرة اللي فاتت قلتلك انت عايز تعرف حكاية اسم مصر لما قلتلي ده انا مسافر مصر. يا ابن الايه، بسم الله ما شاء الله عليك، دماغك مصحصحة. انا يا عم موافق ان ابقى اسمي ابو النسيان. يا نهارك مش فايق، ده انت تقصد كده حام ابن سيدنا نوح. وابنه بيصر وحفيده مصرايم. مظبوط يعني قصدك على الحكاية دي. تخيل كنت هنسى ان احكيها لك. انا بشكرك انك فكرتني. بس انت هنا في وادي النيل ليه؟ انا قلتلك نازل وادي النيل، انت فاكره نازل شارع وادي النيل؟ لا مش الشارع، وقعد كمان هنا جنب محل كنتاكي. الله، يعني قاعد جنب كنتاكي وفي شارع وادي النيل، متهيالك ان حام جاي وادي النيل هنا جاي الشارع. مظبوط. ده صحيح، وتلاقيك كمان اتمشيتي في شارع مصر والسودان. طبعا اتمشيت. ايوه رحت ورحت سوق الكوار. ايوه انت فاكرهم جايين في جمال؟ باعتبار ان يعني دول من ناس زمان فجايين في جمال. لا ده انت كده هتزودها. لا اتحشم عيب. انت بتتكلم عن ابن سيدنا نوح، طول عمرك كده يا برطع بتلخبط في الكلام، او كده هتاخد ذنب عظيم. الناس دي ما ينفعش نخبط فيها، ابناء الانبياء، والانبياء نبقى محترمين واحنا بنتكلم عليهم. على العموم حصل خير، وكويس انك فكرتني، لان فعلا انا اليومين دول بقيت بنسى كتير. تعالى كده نقعد على القهوة نشرب كوبايتين شاي نصحصح شوية، واكمل لك بقى الحكاية اللي انا كنت وعدتك بيها، حكاية اصل اسم مصر من طقطق لوادي النيل. واضح انك استنيت كتير وانت واقف. لا الف سلامة عليك. ابا اجيب لك كريم. اسمع يا سيدي، انا قلت لك امبارح ان سيدنا نوح بعد ما نزل من السفينة بتاعته على جبل جودي بالعراق، قعد مع عياله وبدأ يقسم الارض. فمنطقة الشفا، فجاء حام الى منطقة وادي النيل، جاله نصيبه في منطقة وادي النيل، ابنه حام. ابنه سام جات له الجزيرة والشام، الجزيرة العربية والشام وفلسطين. ويافت جاله الجزء بتاع بقى اوروبا ومناطق الشمال. حام
استأذن ومعاه كان ساعتها ابنه بيصر وحفيده مصرين. فبص لسيدنا نوح والده وقال له دعنا احنا بقى هننزل ونشوف رحلتنا. سيدنا نوح ربط على كتف ابنه وطبطب عليها وقال له الدعاء الشهير: اللهم اجعلها ام البلاد والعباد. وبالفعل خد حام الدعوة هو مبتهج ومرتاح وراح نازل في رحلته هناك على منطقة اسمها مقياس النيل. مقياس النيل دي اكيد انت عارفها لان انا عارفك ساكن فين وبتعدي عليها كل يوم. عارف منطقة مقياس النيل اللي نزل عندها حام وعيلته؟ فين؟ ايوه ألف سلام عليك. يعني انت شايف ان مقياس النيل اللي هناك ده هو محطة اتوبيس مش حاجة تانية ولا شفت اي حاجة في المكان ده؟ انا هفضل كل حلقة كده اقعد اعلمك واحكي لك وفي الاخر برضو تقعد تغلط وتعك. عموما انا قدري معاك وواضح ان ربنا مخلي لي حسناتي في رمضان السنة دي عشان انا بعلمك. يا رب اجعل لي تعليم الارجوز حسنات من نصيبي. ايوه كده انت ربنا يقبل منك عشان ارجوز طيب. عموما مقياس النيل مش محطة اتوبيس، ده مكان اتعمل فيه عمود رخامي طويل طوله 19 دراع واتعمل فيه علامات للمقياس وقت الفيضان. والمكان ده هتلاقيه قريب فعلا من معهد السكر وفي اول منطقة مصر القديمة او هو الاقرب الى منطقة المنيل. المقياس ده المصريين كانوا بيعرفوا يقيسوا من خلاله المية عليت المية نزلت ينزل يطلع والغاية دلوقتي شغال. يعني احنا في أزمة سد النهضة والحواديت إياها نقدر من مقياس النيل ده نعرف مستوى المنسوب طلع ولا نزل وهكذا. وعشان تعرف كمان مقياس النيل ده واحد من الآثار والتراث الإسلامي المهم اللي موجود في القاهرة، اللي انت مفترض تقول انا رايح القاهرة مش رايح مصر، وبنى في العصر العباسي سنة 715 هجرية 715 ميلادية و 96 هجرية. عائلة حام استقرت بقى في المكان ده وقعدت ومرت السنين والأيام. وطبعا مات حام وبيصر فضل هو وابنه مصرين. ومن كتر القعدة في المكان ووجود بيصر وصيت سمعة قرر بيصر يخلد اسم ابنه مصرين فسمى اسم المنطقة اللي هو عايش فيها مصر على اسم ابنه مصرين. ومن هنا جه اسم مصر نسبة إلى مصريم ابن بيصر حفيد حام حفيد سيدنا نوح. علشان كده كان زمان الناس بتقول رايحين مصر، ومصدوم رايحين مصر اللي سماها بيصر على اسم ابن مصريم اللي هي مصر القديمة. لكن لما جه الفتح الإسلامي بعد كده على يد جوهر الصقلي أحد أهم قواد وقيادات جيش المعز لدين الله الفاطمي، عملوا عاصمة جديدة. المعز طلب من جوهر الصقلي يعمل له عاصمة جديدة فيها كل الحكم والقصور بتاعة الحكم وكل إدارة البلاد. ويسمي الحكاية دي إيه؟ قعدوا محتارين حكاية وحكاية، واسم يجي واسم يروح وأيام تيجي وأيام تروح، لحد ما في الآخر المعز قال لجوهر الصقلي: ايه رايك احنا نبدأ شغل وبعد كده يحلها ألف حلال ونختار الاسم. والحكاية دي بقى احكيها لك من هنا
القاهرة جت إزاي وتسمت القاهرة عشان تفرق بين اسم مصر واسم القاهرة، وإن مصر هي القاهرة والقاهرة مصر. وطول ما أنت معايا وبتسمع كلامي أنا وإنت يا رجوز في رمضان. كان معكم أبو العباس محمد ولاعب الأرجوز الفنان ناصر عبد التواب.